في هذا المكان شرف ليا، والكلام اللي زي ما انا قلت الكلام اللي ان انا موجود وان ده اول شغلانه، دي مش بدعه، دي موجوده دلوقتي في كل انديه العالم، وده اتجاه سلكه العالم كله في التدريب في اخر 7-8 سنوات. انا عارف ان هي حاجه جديده على مصر، عارف ان احنا دايما لما بنيجي نعمل حاجه جديده بتبقى تقيله علينا شويه، لكن في نقطه مهمه جدا ان انا عايز ان الناس تاخدها ان نجاح ميدو في نادي الزمالك هيشجع مؤسسات الدوله بعيدا عن الرياضه في ان هي تدي فرصه للشباب، وده موجود في دستورنا الجديد، ده موجود في دستورنا الجديد ان انا اشجع الشباب ان هم يبقى عندهم مراكز قياديه، ده في الحياه العامه وفي الناحيه الثانيه. نيجي بقى للكوره، نجاح ميدو في نادي الزمالك ووجود ميدو في نادي الزمالك بيفتح فرصة ذهبية للمدربين الشباب اللي في مصر، اللي أنا في وجهة نظري إن هم مظلومين، وفي مدربين شغالين لهم كل الاحترام ولهم مدرستهم ولهم ثقافتهم، وبيلفوا على الأندية 25-30 سنة والكرة في مصر لم تتطور، الكرة في مصر لم تتطور، لكن كلهم بأكد ليهم الاحترام وليهم كل التقدير. لكن نجاح ميدو إن شاء الله هيدي فرصة وهيشجع الأندية إن هي تدي فرصة للمدربين صغار السن. خطة أحمد حسام ميدو لتطوير نادي الزمالك أيضا بالنسبة لبعض اللاعبين زي شيكابالا والمشكلات الخاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة. قصة مستحقات اللاعبين وقصة شيكابالا كل الكلام ده مع كابتن أحمد عبد الحليم. يعني ده مركز كابتن أحمد عبد الحليم مدير كورة، دي قصته، أنا راجل مدير فني. اتكلم في الكوره فقط. تطوير خطتك الفنيه لتطوير نادي الزمالك خاصه انه يمكن الفتره اللي فاتت المستوى الفني لنادي الزمالك ما كانش راضي للجمهور. فرقه محتاجه شغل، فرقه محتاجه شغل في كل حاجه، في وقفتها في الملعب، شغل بدني بشكل معين، خطه اللعب اللي هنلعب بيها، حاجات كتيره انتوا شفتوا من خلال التمرين ان احنا شغالين على حاجات معينه. انا لما جيت وقعدت قلت لجمهور نادي الزمالك ان نادي الزمالك هيبقى شكله مختلف جوه الملعب. ان شاء الله من اول مباراه، مباراه المنيا، هتشوفوا ان احنا هيبقى شكلنا مختلف، واحنا معانا الكوره واحنا معناش الكوره. والروح لغايه اخر دقيقه، لعيبه نادي الزمالك هتبقى بتلعب لغايه اخر دقيقه. دي الهويه بتاعت فريق نادي الزمالك، الايدنتيتي، الهويه بتاعتنا فرقه منظمه جدا، ودي اهم حاجه عندي، خش فيها جون بسهوله، فرقه فت، فرقه تلعب بروح وهي معاك كوره، بتلعب كوره نادي الزمالك اللي جمهور نادي الزمالك طول عمره اتعود عليه. طيب شايف المجموعه اللي موجوده من اللاعبين دي هتساعدك على تنفيذ ده؟ طبعا، اللعيبه كويسه جدا، عندنا قماشه كويسه جدا، محتاجين شويه شغل زي ما انا قلت، لكن انا سعيد بعدد اللاعبين اللي معايا. ومن الصعب وباكد ان انا اجيب لعيب تاني بفلوس وانا لعيبتي ما خدتش مستحقاتها، لان ده كان بيعمل مشاكل قبل كده، ده مش هيحصل وانا موجود. مش هجيب لعيب تاني بفلوس الا ما لعيبتي تاخد مستحقاتها، وانا ده حمايه لعيبتي، وانا سعيد انا سعيد باللعيبه اللي موجوده، وعندي كفر وعندي حمايه في كل مركز، فيهم ولاد صغيرين في السن، لكن اعرف ازاي انا اشتغل معاهم واعرف اطلع منهم من كل واحد الحته اللي انا عايز اطلعها منه. طيب هتعتمد كده على الناشئين عشان تقدر تدعم؟ اسف يا فندم، هتعتمد على الناشئين عشان تقدر تدعم مساله انك مش هتجيب صفقات جديده؟ انا الـ مش هعتمد على الناشئين ولا حاجه، الفرقه اللي بتتمرن معايا دي فرقتي. تمام؟ هننزل نتفرج على الناشئين وهنشوف اذا كان في لاعب او اثنين يقدروا ان هم يدخلوا معانا يدخلوا، لكن الفرقه دي هي فرقتي. وسين بيان على كابتن حول الرخصه ومش الرخصه وقيادتك للفريق في افريقيا. رخصتك في بطوله افريقيا. مش فاهم. في بطوله افريقيا. لازم رخصه ايه تبقى مع حضرتك عشان تبقى القياده الفنيه او مدير فني في سكورشيت في بطوله افريقيا. هنشوف لسه، هنتاكد من القصه دي، لكن كل اللي نقدر نقول عليه ان احنا من خلال عملي وانا شغال ان شاء الله هنبتدي نحصل على الرخصات درجه وباذن الله هنحصل عليها كامله في وقت قريب. كابتن، كان اول كلمه قلتها وجهتها للاعبين عامل ايه؟ نادي الزمالك نلعب كوره لقدام. اول كلمه وجهتها للاعيبه، انا عرفت ان انت قلت لهم ان احنا اصحاب في الملعب، في بره الملعب، لكن في الملعب عايزين نشتغل. ده كان ده مكتوب. طيب تعليماتك كانت ايه؟ قلت لهم ايه بقى؟ نعم؟ التعليمات اللي انت قلتها للعيبه في الجلسه قبل نزول التدريب. مفيش تعليمات، قصه سهله جدا. احنا بالنسبه لنا اللي بيننا وبين بعض شغل، انا اخوهم الصغير واخوهم الكبير في بعض الاوقات.
التعليمات اللي كانت واضحه للعيبه ان انا اللعيب بالنسبه لي الراجل في الملعب اللي بينفذ الشغل اللي انا عايز اللي انا طالبه منه، اللعيب الملتزم، ملتزم في كل شيء، ملتزم في مواعيده، ملتزم في حياته، ملتزم في كل شيء، هو اللي هشيله فوق دماغي، ده اللعيب اللي هيبقى موجود معايا في الملعب. كابتن ميدو بصفتك انت اشتغلت بره كتير، اللائحه في تعديلات عليها وكده؟ يعني لائحه، لائحه الفريق هيتم العمل بيها ولا اللائحه اللي اللائحه اللي اتعملت لسه هنبص على اللائحه مع كابتن ميدو ان شاء الله. كابتن ميدو مدرب الاحمال، سمعنا ان حضرتك عايز تجيب مدرب احمال، هل هيبقى مصري ولا في مدرب اجنبي؟ لا، في صعوبه في صعوبه في استخدام مدرب اجنبي الان بسبب الظروف الحاليه في مصر، لكن الظروف الحاليه والظروف الماليه، لكن عملنا جالنا سيفيهات من 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 اربع او خمس مدربين احمال حاصلين على شهادات تدريبيه على اعلى مستوى، هنقعد معاهم وهنعمل لهم انترفيو وهنشوف مين فيهم اللي الشكل شغله هيتناسب مع شغلنا. مصر الاربعه دول من مصر كابتن؟ بمصر ان شاء الله. كابتن انت اتعاملت مع سبعه او ثمانيه؟ دايما كلامك للاعلام بتطالب الانديه المصريه ان هي تسمح للاعبين الصغيرين بالاحتراف، الكلام ده طبعا كان بيتقال على عمر جابر منهم ومحمد ابراهيم، هل دي النيه مستمره حتى في ظل وجودك كمدير فني للفريق؟ طبعا ال 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 مفيش ولد هنقف قدامه، لكن يجيب العرض المناسب اللي يتناسب مع نادي الزمالك واللي يفيده، اللي يفيده، لان احنا يهمنا جدا ان لما لعيب يخرج، لان احنا لما نخرج لعيب كنادي الزمالك هناخد 25% من الترانسفير الثاني او الانتقال الثاني، فعايزينه يروح مكان زي مثلا محمد صلاح، هو بسم الله ما شاء الله دلوقتي راح مكان بيشارك بصفه مستمره وفي دوري سهل، اسمح له ان هو يديله اوبورتيونيتي او يديله فرصه ان هو يلعب، وعشان كل ما اللعيب ده يتباع بمبلغ اكبر احنا نستفيد اكتر، ف القصه بالنسبه لنا ما فيهاش اي مشكله، والكلام ده انا قلته للعيب. كابتن ميدو اتعاملت مع سبعه او ثمان مدارس، المدرسه الاقرب لفكر كابتن ميدو هتبقى في الملعب ايه دي نقطه، والتاني حاجه حصل مكالمه بين حضرتك والعميد، والله الناس كلها كلمتني الحمد لله، كل زمايلي وكابتن حسام وكابتن احمد حسن وكله كله كله اسلام الشاطر وليد صلاح الدين خالد الغندور كل حازم امام طبعا كل الناس كلمتني، اولاد نادي الزمالك كلهم كلموني، والحمد لله احنا الناس عارفه ان احنا مهمتنا مش سهله، مهمتنا صعبه، لكن احنا اللي نقدر نخليها سهله، وانا كل ثقه في امكانيات اللعيبه اللي معايا ان هو بالشغل اللي احنا هنشتغله معاهم ان باذن الله هنقدر نعمل مباراه كويسه، وعلى الاقل الزملكاويه هيبقوا فرحانين بشكل الفرقه، فرحانين ان النقطه مهمه جدا الفرقه تلعب، فرقه منظمه وفرقه بتلعب كره كويسه وتلعب بروح نادي الزمالك.